يا شباب هنقسمها لشرح كلمات في فيديو خاص، وفيديو تاني لحل الجمل على الكلمات، وهنعمل فيديو خاص بالجرامر عشان تركز فيه كويس جدا وتفتكر كل حاجة اتقالت فيه، وفيديو رقم 4 لحل على الجرامر، وهيخصص فيديو كمان في كل فترة للترجمة. أرجو إنك تعمل سبسكرايب وشير للفيديوهات دي علشان الفايدة تعم للكل. أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم في الفيديو رقم 3. النهاردة هنشرح مع بعض كلمات يونت 2 Eating Around the World. هناخد الكلمات بشكل مفصل جدا ونشرحها ونقرأ التكست of the unit، نصوص اليونت نفسها، علشان تبقى فاهم كل كلمة في اليونت وتبقى عارف تحل في التشوز كويس جدا. تعالوا نبتدي مع بعض. عندك كلمة كمية يعني amount، وكمية أو مقدار يعني quantity، يحتفل celebrate احتفال celebration، شخصية مشهورة يعني celebrity، زي مثلا لو قلت محمد رمضان is a celebrity يعني شخصية مشهورة. يأكل في الخارج eat out، يتقابل get together، ودي مهمة جدا. مقتطف يعني جزء متاخد من قصيدة شعر أو من كتاب أو من قصة، extract. ديك رومي تركي، حرف التي سمول، تركيا كبلد، تركي تي كابيتال، يبتعد عن keep out of، معلقة spoon، مقلاة pan، طبق طعام مجوف dish. نروح للحاجة اللي بعد كده، طبق مسطح plate، أواني pots، fall asleep ينام، يقطين pumpkin فطيرة، pie ذرة، corn مهرجان festival، فتة يعني فتة. مناسبة occasion، يعد او يجهز prepare، طبعا ينفع prepare food او prepare someone to do something يعني تجهز شخص انه يعمل حاجة. يقدم serve طبعا او يخدم، طبعا خادم يعني servant وخدمة يعني service. تقاليد traditions، تقليدي شخص تقليدي traditional، وجبة meal، together معا. ماليزيا دولة ماليزيا ماليزيا. عندي برضو كلمة مملح salty، كثير التوابل spicy، حلو sweet، المحار oyster، أكلة صينية عبارة عن كيكة أرز اسمها موشي، وأكلة أندونيسية عبارة عن أرز بالفراخ اسمها ناسي جورينج، شطة تشيلي أندونيسيا إندونيسيا، زبون customer، إيطاليا إيطالي شخص إيطالي جنسية إيطاليان، يجمع أو يتجمع gather، موضة فاشن، موضة قديمة old fashion، طبعا لو قلنا على الموضة fashionable. عيد الشكر thanksgiving، يبقى حيا survive، والبقاء على قيد الحياة survival، والشخص الناجي من حادثة او الباقي surviving person. نكمل مع بعض الكلمات، تلف damage، رياضيون athletes، يعلم educate، منتظم regular، خبير expert، القلب heart مش hurt، ما اسمعش حد يقول hurt لان hurt بمعنى يأذي، مدير director، قفاز gloves، ضمادة bandage، يلف wrap لان w silent هنا، محكم او ضيق tight، يفتقد miss، فرصة chance. إكليل أو كأس تروفي، مسؤولية responsibility، ولو شخص مسؤول عن حاجة بنقول responsible for. فحص examination، عدة أو أدوات لما تكون في علبة زي أدوات الميك اب وأدوات السباكة اسمها كيت، خلاص. لكن التولز أدوات النجارة يعني أدوات متفرقة عن بعضها، tools. متاح available، الرئة lung المخ brain، عضلة muscle، ممكن تبقى heart muscle أو stomach muscle. جهاز أو نظام system، المناعة immunity، بس هنا يعني برضو كلمة immune يعني منيع أو حصين. يحارب fight، يظهر appear، immune هنا معنى منيع أو حصين، لكن جهاز المناعة اسمه immunity system. كورونا كوفيد 19، أوراق الشجر leaves، يسعل أو سعال cough، يسهر stay up، يصيب injure، رائع brilliant، يبدو sound، كلمة sound لها معنيين صوت الأشياء أو كفائد لو هي noun،
لكن كفيرب معناه يبدو، رائع، فانتاستيك، اولمبي، اولمبيكس، بطل، شامبيون، وده بطل زي اللي في الصورة، بطل رياضي، لكن هيرو بطل في الحياة او بطل في قصة او بطل في فيلم. بيرسويد يقنع، بيرسويسيف شخص مقنع، ريزون سبب، دايما بنقول ذا ريزون واي، مشهد سين، مشهد في فيلم او في مسرحيه. مملكه كينجدوم، رد انسر، يقسم، يقسم، ديفايد، جمال، بيوتي، ثروه، ريتشز او ثروات، ثلث، ثيرد، واجب، ديوتي، لقب، تايتل، احمق، فولش، يهب او يعطي، جيف اواي، سيف، سورد. تعالوا نقرا مع بعض النصوص اللي علينا في اليونت. اليونت بعنوان Eating Around the World. An old-fashioned Thanksgiving. In September 1620, سنة 1620, a ship called the Mayflower, سفينة اسمها Mayflower, arrived in North America, وصلت شمال أمريكا, with 102 passengers. كان عليها 102 راكب. Many died. الكثيرين إيه؟ ماتوا. But some were able to grow food. البعض منهم بقي على قيد الحياة وبدأ يزرع. And survive with help from Native Americans. يعني سكان أصليين أمريكيين الجنسية أنقذوهم. Thanksgiving is a day when families get together. اليوم اللي بيتجمع فيه العائلات. To remember these events. عشان يتذكروا الحدث ده أو هذه الأحداث. It is celebrated in the USA every year. بيحتفلوا بيه كل سنة في أمريكا. On the fourth Thursday, في الخميس الرابع، يوم الخميس الرابع في شهر نوفمبر، هو اسمه عيد الشكر. In 1882, Louisa M. Alcott wrote a short story called An Old-Fashioned Thanksgiving. Here is an extract. When they woke, there was still a large amount of snow. بتحكي يعني جزء من القصة. Tilly made a good breakfast for seven. Now about dinner, she said, as they finished eating, Ma said that we could have whatever we liked, but she didn't expect us to have a traditional Thanksgiving dinner. ده جزء من القصة اللي كتبها واحدة اسمها لويزا. فبتقول فيها, have you ever cooked a turkey? يعني هم كانوا متوقعين انهم عاملين تركي. Asked Roxy. Ma said, I should decide what to do. انا هقرر اللي هعمله. Replied Tilly. All you children have to do is to keep out of the way, ابتعدوا يعني عن الطريق, and let Bro and me work, سيبونا نشتغل. The younger children walked out of the kitchen, خرجوا الأطفال, and into another room, as Tilly and Bro started to prepare, بدأوا يحضروا the big meal. They got out of all the spoons, طلعوا كل the spoons, dishes, pots and pans that they could find, كل أدوات الطبخ يعني. Now, sister, we will have dinner at 5, said Tilly. Pa will be here by that time, and he will be surprised to find us ready to serve the food. نحن نقدم الأكل. There is such a lot to do, and I am a bit worried about the turkey. It's so big. يعني هم عاملين ديك روم كبير, فيقولوا عليه احنا قلقانين عشان هو حجمه كبير. I know, said Bro. I fed it all summer. أنا قعدت أكل فيه في الديك الرومي ده. And now it will feed me. وجيت دور عليه إن هو إيه يأكلنا. She loved. Text number two في الريدنج بيحكي عن إيه. As one year changed, بيحكي عن الاحتفال بالنيو يير. الاحتفال في كل الدول بالنيو يير, العام الجديد يعني. فبيقول كده, as one year changes to the next, many countries around the world choose to celebrate, بيختاروا الطريقة اللي بيحتفلوا بيها ببداية السنة. The start of the new year with a special food, بأكل مخصوص. However, different countries eat very different things to enjoy the occasion. في ناس بتاكل حاجات مختلفة خالص. مثلا in Mexico for example, many people eat out, بيأكلوا بيفضلوا برا انهم يأكلوا برا في رأس السنة. At the many restaurants around the country on New Year's Day. The most popular dish is always tamales. أكلة كده اسمها tamales, which is made from meat, cheese, لحمة وجبنة, and vegetables that are cooked inside, بتطبخ جوة ورق الشجر بتاع الموز, inside banana leaves.
However, when the new year arrives in Japan, people make special little cakes from sweet rice. بيعملوا كيكة من الرز مسكرة كده. Then they get together ويتقابلوا with their families ويتجمعوا and friends to eat and celebrate ويحتفلوا. في اسبانيا بقى يبقى احنا شفنا اندونيسيا وشفنا اليابان. In Spain it's traditional to eat في اسبانيا لازم ياكلوا تقليد عندهم ان ياكلوا 12 grapes 12 عنبة حبة عنب يعني to welcome the new year. The Spanish people eat this particular amount of grapes الكمية دي او المقدار ده تحديدا of grapes late at night ياكلوا متأخر بالليل when the clock reaches midnight لما الساعة توصل 12 بالليل or 12 o'clock and they have one grape for each hour of the clock. For Poland بقى in Poland people start to prepare a fish called herring اللي هي الرنجة at least 5 days يبدأوا يحضروا لها من قبلها بخمس أيام before they eat it. They put it in they put the fish in a jar with water onions and sugar and then they wait for the big day. ينتظروا رأس السنة. Finally in Greenland it's traditional for the men to serve a special meal of wheat بيحضروا أكلة من الحيتان for women to enjoy. It takes months for the meat to become ready to eat and people say the smell is very strong. بتكون الريحة بتاعته قوية جدا. آخر تكست علشان ندخل في شوية نوتس كده. How do you show respect for elder people؟ إزاي بتظهر احترامك للناس الكبار في السن؟ People in different countries celebrate different festivals but they all cook special meals for their families when they are celebrating together. Let's look at the three examples of special meals from around the world. يعني في كل دولة بتحتفل عن طريق الأكل والوجبات. مثلا من Egyptians المصريين celebrate the festival بيحتفلوا بعيد الأضحى أو في عيد الأضحى every year. The most popular meal to eat on this occasion أكتر حاجة بتتاكل في الفتة. Egyptian families usually eat feta for breakfast يأكلوها على الفطار. In Britain في بريطانيا Christmas is the most popular festival أكتر مهرجان هو مهرجان الكريسماس for the year. British families come together بيتجمعوا on this occasion to eat a special meal which is usually roasted turkey بيكون اللي هو الديك الرومي المشوي أو محمر with potatoes and other vegetables. And finally let's go to China where the New Year's is the most important festival of the year. Families like to have lots of different things on the table بيكون عندهم أكل كتير قوي أنواع مختلفة when they get together لما يتجمعوا to eat at Chinese New Year. This is usually includes spring rolls اللي هم الفوف زي الكرومبو والحاجات دي noodles اللي هي شعرية fish and chicken. ده يا شباب كان التكستات اللي موجودة في اليونت. تعالوا نشوف شوية ملحوظات مهمة على اليونت. عندنا amount of information amount of gold مقدار أو كمية من celebrate my birthday احتفل بكذا celebrate my birthday celebrate my wedding party let us get together and go out نتقابل ونخرج نتقابل ونخرج get together and go out this is a special occasion special occasion يعني مناسبة خاصة. I like the traditional styles. أنا بحب الستايل القديم تقليدي. Seller والcustomer. Seller البائع والcustomer اللي هو إيه المستهلك أو الزبون. في برضو عندنا consumer يعني مستهلك. He is a native American يعني أمريكي أصلي جنسية. خلاص مش مهاجر. Old fashioned. Old fashioned الأوبوزيت بتاعها والعكس بتاعها fashionable يعني على الموضة. Survive on يعني يعيش على يعني مثلا نقدر نقول النبات اللي في الصحراء plants in the desert survive on little water ماشي بتعيش على كمية مية قليلة. The surviving person الشخص الباقي على قيد الحياة والبقاء على قيد الحياة survival. Have fun و had fun يعني يستمتع.
important notes مهمة جدا هتساعدنا في الحل. take away food الأكل اللي احنا بناكله بره. let's have some take away food. I'm curious to find يعني أنا عندي حب استطلاع إن أنا أكتشف. I'm curious to find out what he did اللي هو عمله. the food is too spicy يعني متبل كتير جامد. noodles عبارة عن إيه؟ long pasta. arrive in للأماكن الكبيرة يا شباب دي بفكركم بيها. arrive in زي كايرو لندن ايجيبت. arrive at للأماكن الصغيرة زي الحفلة the party the airport. arrive at school. reached ما تاخدش لا in ولا at. he reached the station. decide to يجي بعدها المصدر زي ما انتوا شايفين. I decided to stay home. decide that لازم يجي وراها جملة كاملة. I decided that I would stay home لازم يجي بعدها subject و verb و object. decide on يجي وراها يا ال ing يا النون. he decided on staying home. he decided on the new mobile. event الحدث المرتب لي ال event اللي هو الحدث المرتب لي 6 of October is a أو الحدث الهام التاريخي the 6 of October is a historical event. robbery of the bank incident هنا ده حدث طارئ. ال incident حدث غير مرتب لي وطارئ يعني غير معتاد. الاكسيدنت حادث فيه ضرر للناس يعني many people were injured in the accident. كلمة special و private. I only wear suits on a special occasion. special يعني خاص خاص أو مميز. this is my private car يعني أنا أقدر دي ملكية خاصة بتاعتي private car. لو حاجة مميزة يبقى special زي مدارس الستم اسمها special schools. ماشي. المينيو عندنا المينيو ليست. look at the menu of the restaurant خلاص دي بتاعت المطعم. وممكن المينيو بار of the laptop او اللابتوب ويندوز. واخر حاجة ليست الحاجة اللي انا بعملها عشان اروح اشتريها من السوق مثلا. I made a list of the things I would buy.